مرحبا. مرحبا. تعرف بحضرتك؟ رضا، طالب طب في روسيا. زين رضا، أكيد تحب الشعر أنت؟ نعم أكيد أحب الشعر العربي الفصيح والروسي، يعني بعض الأحيان بسبب روسيا عشت هناك يعني. زين تسمعنا شوي شعر روسي؟ إن شاء الله أكيد. الشعر طبعا بعنوان دوشو رزريفايش. دوشو ما يدوشو تيرز ريفايش، سرسة ما يسرسة تيرز بيفايش، كاك جستو كجزفامي تيقرايش، إيتا من يأوجة وشنبلنا تيجي تزنايش تيجي تزنايش. الشعر طبعا هو شعر قصير، عبارة عن يكون شخص حدث عن حبيبته اللي مثل ما نقول خانته مع شخص آخر. المقطع الأول دوشو ما يدوش تيرز ريفايش، اللي هي هاي معناها أنه روحي أنت قطعتيها تقطيعا، اللي هو شعر روسي شوي يكون يعني دقيق. سرسة سرسة ما يسرسة تيرز بيفايش، قلبي قلبي أنت حطمتيه. كك جزتو كجز فمي تيقرايش، أي ألعاب خطيرة تلعبين في المشاعر. أنت من يجي أوتشنبلنا تيجي تزنايش، أنت هكذا تعلمين أنه خطر علي وتفعلينه. يعني ما بي لا أوزان ولا قافي؟ مو أوزان قافي، هناك يعتمدون على المعنى الإحساس والعاطفة أكثر ما يهتم على الوزن وقافية، مثل ما عندنا تقريبا الشعر الشعر الشعبي يعني. الشعر الحر يعني. أي الشعر الحر، هناك أكثر شيء يعتمد على المعنى، شلون يكون معنى دقيق بوصف الحالة اللي هو يحس بيها الشاعر أو الأديب، مثل هواي أدباء يعني روس، فيودور دوستويفسكي وتولستوي، عندنا بوشكين كذلك الشاعر طبعا الأول هناك في روسيا كان، فيهتم بالوصف الحالة. لذلك هو يعني تقريبا كان الأدب الروسي في مراتب عالية من الأدب، لأنه يهتم بوصف الحالة اللي يحسها الشاعر أو الأديب أكثر ما يهتم بوزن أو قافية، وهذه طبعا كسب عندهم هواي وصف للحالة وللحب والمشاعر بدقة كثيرة يعني.